المخلص الذي أحب الزمالك فلعب في أي مكان يطلب منه، فرغم أنه مهاجما قناصا إلا أنه شغل مركز الليبرو من قبل، تركه الأبيض فانتقل للترسانة، وحين طلبه عاد إليه مرة أخرى دون تردد. فالإخلاص للقميص الأبيض هو الطريق الذي سار عليه حتى بعد اعتزاله. إنه أسامة نبيه، المولود في 20 يناير عام 1975، بدأ مسيرته داخل جدران الزمالك في قطاع الناشئين، وانتقل بعدها للترسانة، فقضى موسما واحدا بداخله ثم عاد مجددا للزمالك، فكان له بصمة كبيرة رفقة الفارس الأبيض، وساهم في العديد من البطولات للفريق في ذلك التوقيت. وبعد فترة خاض العديد من التجارب الاحترافية، فلعب في صفوف ألتاي أزمير التركي والكويت الكويتي، ولكن عاد بعدها للزمالك الذي رحل منه إلى بلدية المحلة، ثم كان الختام داخل المصرية للاتصالات. توج مع الزمالك بالعديد من الألقاب، فحقق الدوري مرتين، ومرة واحدة لكل من كأس مصر وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري وكأس الكؤوس الإفريقية والسوبر الإفريقي، بالإضافة إلى السوبر المحلي الذي كان بطله في ذلك التوقيت بإحرازه لهدف قاتل في شباك المقاولون العرب. حقق النبوءة وأسامة نبيه في الظهور الأول لأسامة بعد العودة. تواجد في صفوف المنتخب الوطني لاعبا، فكان من المتوجين رفقة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 98 وذهبية دورة الألعاب الإفريقية عام 95. اعتزل كرة القدم عام 2009 ليبدأ مسيرة أخرى وهي التدريب. فبعد عامين عمل نبيه مدربا مساعدا لفريق الزمالك في الفترة ما بين عامي 2011 و2013. ترك الفارس الأبيض ولبى نداء المنتخب الوطني، فتواجد في الجهاز الفني للفراعنة في منصب المدرب العام تحت قيادة شوقي غريب الذي جاء بعد رحيل الأمريكي بوب برادلي. لم تكن المهمة سهلة للغاية، خاصة وأن الجهاز الفني الجديد كان مطالبا بتصحيح الأوضاع والصعود إلى أمم أفريقيا التي غاب عنها منذ عام 2010، وهو ما أخفق فيه جهاز شوقي غريب ليرحل ويأتي الأرجنتيني هيكتور كوبر. ورغم رحيل الجميع إلا أن نبيه ظل في منصبه مع كوبر، فكان بمثابة الصندوق الأسود للمدرب الأرجنتيني الذي عمل معه فترة طويلة وحقق رفقته العديد من الإنجازات. حقبة ذهبية للفراعنة كانت خلال هذا التوقيت، كيف لا؟ فاستطاع هذا الجهاز الفني صعود بالفراعنة لأمم أفريقيا 2017 في الجابون والتأهل إلى المباراة النهائية، فضلا عن الإنجاز الأعظم بالتأهل إلى كأس العالم بعد غياب دام ما يقرب من 28 عاما. خاض العديد من التجارب التدريبية بعد الرحيل عن الفراعنة، كان أبرزها FC مصر، بالإضافة إلى تدريب الكوكب السعودي. عن كواليس فترته داخل المنتخب الوطني، أسباب الهجوم عليه من جماهير الأهلي، طموحاته الفترة المقبلة، لماذا لم يأخذ فرصته الحقيقية كمدير فني، توقعاته للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري، وهل يقدر الفراعنة على الصعود لكأس العالم 2022؟ كل هذا وأكثر يجيب عنه أسامة نبيه ضيف جمهور تلتا مع إبراهيم فايق.